الحقيقة أي ورد موجود في الدنيا لا يخلو من الشوك. الذهب عشان ننقيه ويكون ليه قيمة لازم يتحط في بوتقة والنيران تصهره عشان تنقيه، وكل ما تحط أكتر في النار يصير نقاؤه أعلى. نفس القصة دي نلاقيها في ولاد ربنا، بتطهرهم التجارب، تسقلهم الآلام، يبدون أمام العالم في أحسن صورة وأعظم مكانة، ويكون ليهم نورانية وبهاء عجيب. أي واحد مؤمن بالسيد المسيح لن تكون حياته سهلة أو مريحة، إنما دائما حياة المؤمن هي حياة التعب والمشقة والضيق والجهاد وأيضا الألم. مش هنشم الريحة بتاعتها إلا متى اصطدمت هذه النفس أو هذا المؤمن لازم يصطدم بالتجارب. وده مش غريب علينا لأن العالم كله وضع في الشرير. السيد المسيح له المجد سبق وأخبرنا وقال لنا سيكون لنا في العالم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. السيد المسيح تحدث مع تلاميذه وقال لهم لو كنتم من العالم لكان العالم يحبكم، ولكن لأنكم لستم من العالم لذلك يبغضكم العالم. وبالرغم من كل اللي أنا قلته نلاقي إن المؤمنين المسيحيين يعيشوا في هذا العالم وجواهم سلام في الرب يسوع، وهم عايشين يتقبلوا كل الضيقات وهم فرحانين، عندهم صبر وعندهم طول أناة. وعشان كده بنقول عالمين أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فيهم، وعالمين أنه بضيقات كثيرة ينبغي أن يدخلوا ملكوت السماوات. في الضيق يفرحوا وفي الألم يكونوا مسرورين، ودائما يرددون مع داود النبي المرنم ويقولون الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب، إن نزل علي جيش فلا يخاف قلبي، إن قام علي قتال ففي هذا أنا أطمئن. نفس المعنى علمه لنا القديس بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس، وبيقول نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعز. كل اللي أنا بقوله ده بقول المؤمن الطبيعي المسيحي بيمر بالتجارب دي. فالقديسة دميانة شفيعتنا في هذه الليلة كانت مثالا طيبا لاحتمال المشقات وثبات الإيمان، واحتملت ألوانا متعددة من صنوف الآلام والضيقات. حقا هذه هي الحياة
الطيبة، هذه هي القدوة الحسنة المسيحية الحقيقية. إيه شعور القديسة دميانة؟ شعورها إنها رسالة السيد المسيح المقروءة لجميع الناس، هي رسالة السيد المسيح المقروءة لجميع الناس. كانت تشعر بواجبها وحبها نحو فاديها ومخلصها الرب يسوع المسيح، ولذلك عاشت في المسيح، ماتت في المسيح، وكانت ثابتة على الإيمان المستقيم إلى النفس الأخير، فخلصت نفسها ونفس 40 عذراء الذين كانوا معها. الليلة وإحنا بنحتفل بقديسة أرضت الرب بسيرتها الطاهرة، السيرة النقية النبيلة، لنتمثل بإيمانها ونسلك كما سلكت في مخافة الرب كل أيام حياتنا. وعشان كده ننظر إلى نهاية سيرتهم ونتمثل بإيمانهم.